نعم، بالحقيقة في هذه الصورة وفي هذا الصباح الجديد من وسط قطاع غزة، المشهد على ما هو هنا في القطاع. الطلعات الجوية لا تزال مستمرة، والغارات الإسرائيلية نستمع إليها بشكل واضح، والتي تنفذ على أطراف شرقية لمدينة غزة ومناطق أيضا غربية لمدينة غزة. قبل قليل قامت الطائرات الحربية بشن عدة غارات قرب مفترق نتسريم في المنطقة الغربية، إضافة لمناطق مجاورة لمنطقة المغراقة وغرب الزهراء وعلى طول امتداد الخط الساحلي، تحديدا شارع الرشيد. هذه الغارات الإسرائيلية جاءت بعد حالة من تراجع حدة الغارات خلال ساعات الليل وفجر هذا اليوم، مع استمرار القصف المدفعي المتواصل على أهداف وكذلك مناطق زراعية في المناطق الشرقية لمخيم البريج ومخيم المغازي وأيضا مدينة دير البلح ومنطقة القرارة. هذه المناطق هي وسط قطاع غزة في المناطق الشرقية، تتعرض لعمليات إطلاق قذائف وكذلك شن غارات من قبل الطائرات الحربية. بطبيعة الحال الصورة هنا والمشهد بدء وصول عدد من المواطنين لمستشفى شهداء الأقصى. قبل قليل كان هناك تشييع جثمان شهيد واحد كان متواجد داخل هذه المستشفى، وتم نقله باتجاه المقبرة لمواراة تراب. بطبيعة الحال اكتظاظ أعداد النازحين هنا في ظل استمرار وجود هؤلاء أو تواجد هؤلاء المواطنين ووجودهم عبر شارع صلاح الدين المؤدي والواصل ما بين مدينة غزة ومنطقة وسط قطاع غزة، يعني وثقنا عدة مشاهد لنازحين جاءوا من مدينة غزة لوسط القطاع. الكل أجمع بأن الاحتلال يقوم بالضرب والتنكيل واعتقال عدد من المواطنين، بل وقام بجلب جهاز تفتيش قرب منطقة نتسريم، وأن كل نازح سيمر من خلال هذا الجهاز. هذا ما أفاد به عدد كبير من النازحين، وكذلك يعني لربما وصول الليلة الماضية كان لشاب بعد أن قام الاحتلال باعتقاله والتحقيق معه وتعريته، وصل لمنطقة جسر وادي غزة عبر أو مشى على الأقدام، ومن ثم وصلت سيارة إسعاف قامت بنقل هذا الشاب. لكن تفاجأنا وفقا للرواية التي تحدث بها هذا الشاب لشاشة الغد بأن الاحتلال قد قام ب يعني ضربه وكذلك تعذيبه بشكل قاسي جدا، ومن ثم قاموا بإطلاق النار على قدمه ومشى مشيا على الأقدام مسافة طويلة تقريبا 700 متر إلى أن انتهى به المطاف بوجود سيارة قامت بنقله لمنطقة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. هذا المشهد وهذه الصورة قد اعتاد عليها المواطن هنا وسط قطاع غزة. في كل ساعة هناك صلاة على شهيد، في كل ساعة يأتينا شهيد سواء بغارة إسرائيلية أو حتى تم انتشاله من أسفل ركام المنازل التي تقصف على رؤوس ساكنيها. بطبيعة الحال الوضع المعيشي هنا سيء جدا للمواطنين، لا سيما في ظل ازدياد أعداد المواطنين الذين جاءوا لوسط قطاع غزة وتدهور الأحوال المعيشية لهم وكذلك الأحوال الطبية الصحية داخل مستشفى شهداء الأقصى. منطقة الأسواق بشكل كامل هي فارغة من المواد الغذائية وكذلك مواد التموينية والخضار، إضافة لبدء شح الأدوية من الصيدليات، وهذه كارثة كبيرة جدا بالحقيقة. بعض الأدوية الخاصة بالأطفال لا سيما والأمراض المزمنة وكذلك كبار السن هي قد نفدت وشحت بشكل كامل من الصيدليات. هناك صعوبة بوصول الطواقم الطبية وطواقم الصيدليات لمخازن وزارة الصحة لجلب هذه الأدوية، خاصة بأن المخازن في مدينة غزة وأن الاحتلال يفصل منطقة وسط قطاع غزة عن المدينة، وكذلك أحوال المواطنين داخل الأقسام داخل مستشفى الأقصى ربما اكتظاظهم وكذلك امتلاء الأسرة وامتلاء الأقسام، ما ينذر بكارثة بوجود عدوى لربما بين المواطنين بسبب كذلك توقف الأبار التي تقوم بضخ المياه
للاستحمام أو حتى للشرب في هذه المستشفى. هناك انقطاع تام كما أسلفت للكهرباء وللمياه. لكن المؤلم قبل قليل وكما يعني استمعنا لعدة روايات ويصلنا بأن بعض المستشفيات لجأت لاستخدام زيت الطهي لتشغيل المولدات الكهربائية. هذه كارثة كبيرة جدا بالحقيقة في ظل نقص الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات الخاصة بتشغيل أقسام العمليات والجراحة. هذه كارثة كبيرة جدا، لربما المرضى سيموتون من الاختناق بفعل يعني الدخان الذي يخرج من عادم هذه المولدات بسبب الروائح التي تخرجها بعد استخدامهم غاز الطهي. لكن هذه الصورة وربما الطرق البديلة للمواطن في غزة، إن لم يمت بصاروخ وقذيفة لربما يموت جوعا أو تسمما أو حتى من جديد الآن تدخل الخدمة اختناقا. هذه هي الصورة والمشهد هنا في قطاع غزة. محمود اللوح مراسل الغد من دير البلح، شكرا جزيلا لك.